راح على مسار مستقيم. هذا المسار المستقيم اعتمدنا فيه على المسطرة، فانتقلنا من نقطة إلى نقطة أخرى. إذن هنا سوف تكون النقطة أبريم. نقوم بالإزاحة نحو اليمين اعتمادا على الخط أو المسار الأفقي المستقيم للشبكة. نعلم أن الإزاحة تحافظ على طبيعة الشكل الهندسي وأيضا تحافظ على أبعاده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس المستوى الرابع، الإزاحة والدوران. هذا الدرس يحتوي على مفهومين، لذلك جزأته إلى جزئين، جزء خاص بالإزاحة وجزء خاص بالدوران. الجزء الخاص بالدوران تجدون رابطه في أول تعليق أو في شاشة نهاية آخر هذا الفيديو. الأهداف: أولاً تعرف الإزاحة وخاصيتها باستعمال الأنسوخ لإزاحة الشكل، أولاً بمعرفة نقطة على ورقة بيضاء، ثانياً يكون أحد أضلاع الشكل محاذية للمسطرة. الهدف الثاني استعمال الأنسوخ لإزاحة الشكل على شبكة تربيعية والتعرف على القن. ثالثاً استعمال القن لإزاحة ورسم الشكل. فلنبدأ على بركة الله. تقويم تشخيصي يتم أثناءه تذكير المتعلمين بما درسوه في درس التنقل على الشبكة خلال المستوى الثاني. إذن ما هي الشبكة وكيف يتم التنقل عليها؟ الشبكة التربيعية تحتوي على خطوط مستقيمة عمودية وأخرى أفقية متعامدة فيما بينها، يعني أن كل خط عمودي فهو يتقاطع مع الخط الأفقي ليكون زاوية قائمة. تقاطع هذه الخطوط فيما بينها يكون لنا عقد كالعقدة A، العقدة B، وأيضا يكون لنا خانات كالخانة C والخانة D. ولكل عقدة على الشبكة معلمة، فمثلا معلمة العقدة A على الشبكة هي العمودي، إذن هنا لدينا العمودي وهنا الأفقي. العمودي 1، الأفقي 2، يعني الخط العمودي الأول والخط الأفقي الثاني. بالنسبة للعقدة B فمعلمتها العمودي 5 والأفقي 1. وبالنسبة لمعلمة الخانات C وD، معلمة الخانة C هي العمودي 4 والأفقي 4. وبالنسبة للخانة D معلمتها العمودي 2 والأفقي 2. وللتنقل على الشبكة مثلا الانتقال من النقطة A نحو النقطة B، هناك طرق مختلفة أو هناك مسارات مختلفة ولكل مسار قن. إذن ما هو القن الذي يقودنا من النقطة A نحو النقطة B؟ قلنا من النقطة A بخانة واحدة نحو الأسفل، ثم بخانة واحدة نحو اليمين، ثم بخانة نحو الأعلى، ثم بخانة أخرى نحو اليمين، ثم مرة أخرى نحو الأسفل، ثم بخانتين نحو اليمين لنصل إلى النقطة B. وهذا يسمى قن لمسار الانتقال من النقطة A إلى النقطة B على شبكة تربيعية. كملاحظة، طريقة إعداد هذه الشبكة التربيعية تجدون رابطها في شاشة نهاية آخر هذا الفيديو. المرحلة الثانية من التقويم التشخيصي تعتبر تمهيد لبناء مفهوم الإزاحة، وذلك عن طريق تذكيرهم بكيفية نقل الأشكال. إذن ماذا نعني بذلك؟ نعني بها مثلا إعادة إنشاء شكل هندسي، مثلا الشكل الأصلي والشكل المنقول، وذلك باحترام أبعاد الشكل الأول وطبيعة الشكل الأول. ونعني أيضا بنقل الأشكال هو تحويل شكل من موضعه إلى موضع آخر. نقول تحويل، نقول تغيير، ونقول انتقال شكل من مكان إلى مكان آخر. لاحظوا معي طريقة نقل أو انتقال الشكل من الموضع الأول نحو الموضع الثاني. إذن أخذ الشكل الهندسي وهو عبارة عن مثلث قائم الزاوية، آثاره كالتالي: مثلث قائم الزاوية، وأضعه في الموضع الثاني. لاحظوا معي الطريقة الثانية التي سوف يتم فيها نقل الشكل
المثلث من الموضع الأول نحو الموضع الثاني. إذن سوف نقوم بسحبه أو جره أو إزاحته نحو الموضع الثاني. أين يوجد الموضع الثاني؟ يوجد نحو اليمين، يعني أننا قمنا بإزاحة هذا الشكل الهندسي نحو اليمين. كذلك يمكننا أن نقوم بإزاحة هذا الشكل نحو اتجاهات مختلفة، مثلا يمكن سحبه نحو اليسار أو إزاحته نحو اليسار، كما يمكن إزاحته نحو الأعلى إلى موضع آخر، كذلك يمكننا إزاحته نحو الأسفل، كذلك يمكننا إزاحته في اتجاه مائل. إذن كل انتقالات هذا الشكل وتحركاته في اتجاهات مختلفة تسمى بالإزاحة. إذن ما هي الإزاحة وما هي خاصيتها؟ هذا ما سوف نراه في هذا الدرس، فلنبدأ على بركة الله. ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها الإزاحة وخاصيتها، وذلك بإزاحة شكل باستعمال الأنسوخ. أولا بمعرفة نقطة على ورقة بيضاء، ثانيا أحد أضلاعه محاديا للمسطرة. أرسم مثلث قائم الزاوية على ورقة بيضاء، يمكن أن يختار المتعلم الشكل الذي يناسبه، ثم أحدد النقطة أ أحد رؤوس المثلث. ثانيا أستنسخ الشكل وأحدد عليه النقطة أبريم، أبريم هي نسخة النقطة أ. ثالثا أزيح الأنسوخ نحو اليمين ثم نحو الأعلى. رابعا أصل بخط بين النقطة أ والنقطة أبريم بعد كل إزاحة. ماذا نلاحظ؟ نرسم مثلث قائم الزاوية ونحدد أحد رؤوس هذا المثلث هو النقطة أ، ثم نأخذ الأنسوخ ونحاول أن ننسخ هذا الشكل، وذلك بتحديد رؤوس المثلث على الأنسوخ، ثم نصل بخط بين هاته الرؤوس. إذا بعد استنساخ هذا الشكل لا ننسى بأن نقص الجوانب. الآن سوف نقوم بإزاحة الأنسوخ نحو اليمين. إذا نزيح الشكل نحو اليمين ونحدد عليه النقطة أبريم نسخة النقطة أ، ثم بعد ذلك نرجعه مرة أخرى، نقوم بإزاحته نحو الأعلى، نحدد كذلك النقطة أبريم أحد رؤوس المثلث وهي نسخة النقطة أ، ثم نصل بخط بين نقطة أ وأبريم بعد كل إزاحة. أيضا سوف نصل هنا بين أ وأبريم. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن مسار الإزاحة من النقطة أ نحو النقطة أبريم هو مسار خط مستقيم، وأيضا الإزاحة نحو الأعلى يعني مسار الانتقال من النقطة أ نحو النقطة أبريم أيضا مسار مستقيم، يعني أنه تم انتقال أو إزاحة الشكل من النقطة أ نحو النقطة ب عبر مسار مستقيم في اتجاه محدد، إما نحو اليمين أو نحو الأعلى أو نحو أي اتجاه. إذا ما هي الإزاحة؟ الإزاحة هي نقل الشكل على مسار مستقيم من نقطة إلى نقطة أخرى في اتجاه محدد. سؤال خامس، نزيح الشكل في اتجاه مائل بحيث أحد أضلاعه محاديا للمسطرة، يعني أحد أضلاعه متطابقا مع المسطرة أو حافة المسطرة. سؤال أول، هل تغيرت طبيعة الشكل بعد إزاحته؟ هل تغيرت أبعاد المثلث؟ ماذا نستنتج؟ إذا نأخذ المسطرة ونحاول أن نقوم بإزاحة بحيث يكون فيها أحد أضلاع هذا المثلث متطابقا أو محاديا لحافة المسطرة. نقوم الآن بالإزاحة مائلة. إذا ماذا نلاحظ؟ لاحظ أولا أننا قمنا بإزاحة على مسار مستقيم، هذا المسار مستقيم اعتمدنا فيه على المسطرة، فانتقلنا من نقطة إلى نقطة أخرى، إذا هنا سوف تكون النقطة أبريم. هل تغيرت طبيعة المثلث بعد الإزاحة؟
لا، المثلث بقي على حاله قائم الزاوية. هل تغيرت أبعاده؟ لا، لم تتغير أبعاده، بل على العكس، فالمثلث المزاح هو قابل للتطابق مع المثلث قبل الإزاحة. إذن ماذا نستنتج؟ لنستنتج أن الإزاحة تحافظ على طبيعة الشكل وأبعاده، يعني قياسات الأضلاع. الشكل الذي تمت إزاحته قابل للتطابق مع الشكل قبل الإزاحة. وكخلاصة، الإزاحة هي نقل الشكل على مسار مستقيم من نقطة إلى نقطة أخرى في اتجاه محدد، يمكن أن يكون نحو اليمين، نحو الأعلى، نحو الأسفل، في اتجاه مائل. والإزاحة تحافظ على طبيعة الشكل وعلى أبعاده، والشكل الذي تمت إزاحته فهو قابل للتطابق مع الشكل قبل الإزاحة. نمر للوضعية الثانية والتي سوف نستعمل فيها الأنسوخ لإزاحة شكل على شبكة تربيعية، والتعرف على القن. ألاحظ المثلث على الشبكة، أقوم بنسخه ثم إزاحته نحو اليمين، ثم أحدد عدد تربيعات الإزاحة. إذن سوف نقوم بإزاحة هذا الشكل نحو اليمين اعتمادا على المسار المستقيم الأفقي للشبكة التربيعية. إذن نقوم بالإزاحة نحو اليمين اعتمادا على الخط أو المسار الأفقي المستقيم للشبكة، ثم أحدد عدد تربيعات الإزاحة. إذن كيف؟ يجب علينا قبل أن نحدد عدد تربيعات الإزاحة أن نحدد نقطة أو عقدة أو رأس على الشكل الهندسي أو على المثلث. مثلا نختار هذه النقطة، نسميها مثلا نقطة A، وأيضا نذهب إلى المثلث المزاح المستنسخ ونحدد عليه النقطة A'. ثم نعد عدد التربيعات بين النقطة A والنقطة A'. التربيعة الأولى، التربيعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة. إذن تم إزاحة الشكل الهندسي بثمانية تربيعات نحو اليمين. وسوف نتأكد من أن كل نقطة أو كل عقدة أو كل رأس من الشكل قبل الإزاحة والشكل الذي تمت إزاحته كذلك يبعدان بنفس عدد التربيعات. إذن نختار مثلا هنا هذا الرأس، سميه بي، والرأس المستنسخ هو بي بريم، ونعد عدد التربيعات. إذن 1 2 3 4 5 6 7 8، كذلك 8 تربيعات. نذهب إلى الرأس الثالث أو العقدة الثالثة، نسميها مثلا سي، والعقدة المستنسخة أو الرأس المستنسخ هو سي بريم، ونرى عبر هذا المسار المستقيم انطلاق من النقطة سي إلى النقطة سي بريم هل لدينا فعلا 8 تربيعات. إذن 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن قمنا بإزاحة المثلث نحو اليمين بثمانية تربيعات. سؤال ثاني، أقوم بإزاحة الشكل في الموضع الثاني نحو الأسفل، لأننا سوف نقوم بإزاحة أخرى لنفس الشكل نحو الأسفل، ثم نحدد عدد تربيعات الإزاحة. إزاحة المرة الثانية كانت نحو الأسفل. إذن كي نحدد عدد تربيعات الإزاحة يجب أن نحدد العقد أو الرؤوس في الإزاحة للمرة الثانية، ونرى عدد التربيعات بين كل عقدة والعقدة المستنسخة. إذا لدينا هنا بين بي بريم وهذه العقدة 1 2 3 4 5، إذا لدينا 5 نحو الأسفل. سوف نتأكد من أن عدد تربيعات الإزاحة صحيحة. إذا نذهب إلى النقطة سي بريم وكتب عدد التربيعات بينها وبين النقطة المستنسخة 1 2 3 4 5، كذلك 5 تربيعات نحو الأسفل بين النقطة A بريم وهذه النقطة. إذن 1 2 3 4 5، إذن أيضا 5 تربيعات نحو الأسفل. بالتالي نقول أن المثلث تمت إزاحته من الوضع الأول نحو الوضع الثاني بقن الانتقال 8 نحو اليمين
وخمسة تربيعات نحو الأسفل، وهذا يسمى بقن الإزاحة. إذن كخلاصة لإزاحة الشكل، يجب أولا أن نحدد الرؤوس أو رؤوس هذا الشكل، ثاني نحدد القن الذي بواسطته تتم الإزاحة، ثالثا نزيح جميع الرؤوس بنفس القن، مثلا إزاحة النقطة ب نحو مثلا النقطة ب 3، إذن بالقن 8 نحو اليمين، 5 نحو الأسفل. إذن نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 نحو اليمين، 1 2 3 4 5 نحو الأسفل. بنفس الطريقة نقطة أ تتم إزاحتها، وذلك 8 نحو اليمين، 5 نحو الأسفل، فنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 نحو اليمين، 5 نحو الأسفل، 1 2 3 4 5 نحو الأسفل. ونفس الشيء بالنسبة للنقطة C. نمر إلى الهدف الأخير أو الوضعية الثالثة، والتي سوف نستعمل القن لإزاحة ورسم شكل. أقوم بإزاحة الرباعي ABCD وفق القن الذي ينقل النقطة B إلى النقطة B'. أول شيء يجب أن نحدد القن الذي بواسطته انتقلنا من النقطة B الوضع الأول إلى النقطة B' الوضع الثاني. إذن كما نرى أن نقطة B والنقطة B' ليس في مسار مستقيم، يعني أن هناك إزاحة أولى ثم إزاحة ثانية. سوف نعد من النقطة B نحو هذا المكان، إذن 1 2 3 4 5 6، انتقلنا بست تربيعات نحو اليمين، ثم بعد ذلك انتقلنا نحو الأسفل بتربيعة واحدة. إذن هذا هو قن الإزاحة. سوف نحاول أن ننقل جميع الرؤوس إلى الموضع الجديد باستعمال نفس القن. نمر الآن إلى النقطة C، ذلك سوف نعد 6 تربيعات نحو اليمين، 1 نحو الأسفل، 1 2 3 4 5 6، ثم 1 نحو الأسفل. إذن هذه هي النقطة C. نقطة D كذلك نعد 6 تربيعات، 1 2 3 4 5 6، ثم تربيعة نحو الأسفل، إذن هنا مكان نقطة D، ثم النقطة A، 1 2 3 4 5 6 نحو اليمين، 1 نحو الأسفل، إذن هنا النقطة A. الآن سوف نصل بخط بين هذه الرؤوس، نصل بين A بريم D بريم، ثم بين A بريم و B بريم، ثم بين B بريم و C بريم، ثم بين C بريم و D بريم. وكما نعلم أن الإزاحة تحافظ على طبيعة الشكل الهندسي وأيضا تحافظ على أبعاده. وبذلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية، نلقاكم على خير في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.